اعتقاد اسلامي حلال سين صباح نجيب يا حماس اعتصام حامي حلب 23 جبر 2012 حلب امام مكتب محامي العام اول 23 شباط 2012 احتجاجا على قصف حماه برواجم وصواريخ واحتجاجا على تمرير دستور المهزله في عام 2012 حلب أشراف محامي حلب 23 شباط أمام مكتب محامي العام الأول 23 شباط 2012 احتجاجا على قصف حماه برواجم الصواريخ اليوم 20 على التوالي الشعب السوري واحد 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 الشعب السوري واحد أزادي أزادي حلب 23 شباط 2012 أزادي 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 حلب أمام مكتب محمد العام أول عام أزادي أزادي 23 شباط 2012 أزادي لبيك لبيك يا الله لبيك لبيك يا الله 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 لبيك يا الله